السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي إن شاء الله درس جديد معانا في سوليد ورك. كان في ناس طلبوا يتابعوا الصفحة عندنا إن احنا نرسم سبرينج أو سوستة بالسوليد ورك ونشوف بتترسم إزاي، فإن شاء الله هنبدأ نرسمها كده ونشوف إيه بتترسم إزاي سوستة. حاجة أول حاجة في توب لاين هفتح سوليد ورك طبعا، في الأول هعمل نيو سكتش وهعمل توب لاين سكتش عليه، وهبدأ أرسم زي دايرة وأحط قطرها مثلا 100 مليمتر وهقول له exit sketch. بعد كده هاجي في الفيتشر و curves واختار helix and spiral، واختار مثلا ان السوستة بتاعتي تكون pitch and revolution او pitch and high and pitch، ويكون الهاي بتاعها 100 والبيتش ب2، خلي البيتش مثلا ب5 تمام كده، والستارت على 270 وهقول له صح كده. انا رسمت شكل السبايرال من جوا من بره. هايز بعد كده ارسم شكل السوستة، فحاجة هنا هعمل ريفرنس جيومتري واختار بلان، وهعمل اعمل مستوى يوازي الفرونت بلان لكن بيبتدي من النقطة دي تمام كده. هبدأ بعد كده اعمل سكتش على البلان ده، هعمل نورمال عليه، وهبدأ ارسم دايرة من هنا قطرها نقول 2 مليمتر، وهقول له exit sketch. كده انا خلاص عندي دايرة، كده انا عندي الدايره موجوده عندي وعندي البروفايل بتاعها، وهبدا اعمل سويب للدايره حوالين البروفايل، هيعمل لي شكل السوسته او السبرينج اللي انا عايزه وهقوله صح، وابدا اخفي البلان ده، وادي شكل السوسته زي ما انا عايز ارسم. طبعا ممكن نصغر بقى الديامتر، ممكن نقرب المسافات من دي تكون بالحسابات، كل حاجة نقدر نعملها. المهم دي فكرة ان احنا نعمل السوستة ازاي او السبرينج، ويارب تكونوا استفدتوا بالدرس، ونشوفكم في الدروس الجاية ان شاء الله. لو حد عنده حاجة عايز يرسمها يكتب لنا على الصفحة عندنا learn.sodworks Arabic، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة على اليوتيوب. نشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.